يأتي شاب يقول: يا رسول الله إذن لي بالزنا، أنا أبغى أزني. تخيل واحد يتجرأ بهذه الجرأة يقول هذا الكلام، ماذا عسانا أن نقول؟ هل الرسول نهره أو زجره أو ضربه أو طرده؟ قال: لا لا لا، اتركون الصحابة. أخذ يحاوره، أخذ يناقشه: هل ترضاه لأمك لأختك؟ لا. لما قال لا لا، قال: الناس ما يرضون. فوضع الرسول بعد ذلك يده اللمس، فائدة اللمس على صدره، اللهم اهدي قلبه وحصن فرجه. وهذه مسألة اللمس يا دكتور فهد، سبحان الله، لما الأب يحاور ابنته، لما الزوج يعيش مع زوجته. تدري يا دكتور فهد، وليعلم إخوان المشاهدين والمشاهدات، أن في أمريكا أجريت دراسة وجدوا أن الأطفال دون سن البلوغ من الأيتام وجدوا أنهم يموتون بسن مبكر، وبحثوا وجدوا عندهم ضمور في النخاع الشوكي. وتدري ما هي المشكلة؟ كان الممرضين والممرضات في هذه الأماكن إذا أرادوا أن يباشروا هؤلاء الأيتام، تدري ماذا يفعلون؟ أما يلبسون قفازات، أو سبحان الله ماذا يصنعون؟ يعقمون الأواني. سبحان الله، انظر ماذا يقول الشارع الحكيم: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم. المخالطة، أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الأنصار مسح على رؤوس صبيانهم وكان يسلم عليهم. انظر أشد من ذلك، لما الرسول قال: والمرأة في الجنة الودود الولود العود التي إذا غضب عليها زوجها وضعت يدها في يده لمس، فقالت: والله لا أنام حتى ترضى. بل انظر إلى أعظم عقوبة مرت على مر التاريخ، هذا السامري في سورة طه، لما ذهب موسى وأضل قوم موسى هذا السامري فصنع لهم عجل من خوار من ذهب، قال: هذا إلهكم من بعد موسى. تدري ما هي العقوبة؟ الله قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. إيش معناه كما قال أهل التفسير؟ قال: يعني إن مسك أحد أو مسست أحد سوف تصابون بحمى. فكان أقصى عقوبة هو عدم اللمس. فنحن نحتاج إلى احتواء من الآباء والأمهات، أو يعني هل تؤيد هذا الكلام؟ نعم، أنا أريد أيضا أرجع الموضوع مرة أخرى. يعني البعض حينما يسمع عن حملة العفة يتوقع أن الكلام موجه للفتيات. جميل. وهذا خطأ حقيقة، لأن العفة كما أنها للفتيات مهمة كذلك أيضا للشباب. كذلك بعض الناس يتوقع أن الكلام عن العفة لغير المتزوجين. لا، حتى أيضا المتزوج رجل أو امرأة أيضا العفاف مطلب للرجل والمرأة. ولذلك كما ذكرت دكتور غازي حول الخيانات الزوجية، يعني كما أن هناك خيانات زوجية من النساء، هناك خيانات زوجية من الرجال أيضا. صحيح، فلا نغفل عن هذا. كما أن الرجل لا يرضى أن تخونه زوجته، المرأة لا ترضى أيضا، لكن تجد بعض النساء قد تتحمل وتصبر حينما تعرف وتعلم أن زوجها خائن لها. بل وللأسف أقول من هذا المنبر، وللأسف أن المرأة تعلم أن زوجها يخون ويزني بالحرام تسكت، لكن لو تزوج أخرى لأقامت الدنيا وجلسته. وهذه مصيبة من مصائب الموجودة. إذن قضية الخيانة أو قضية العفة ليست خاصة بالفتيات دون الشباب ولا بغير المتزوج، بل حتى المتزوج لابد أن يكون عفيفا، رجلا كان أو امرأة. ولو نظرنا إلى التاريخ، نظرنا إلى القرآن الكريم والسنة، لوجدنا القصص والعبر في كثير من القصص. يكفي من ذلك قصة يوسف عليه رمي شاب وغريب وسيم وأعزب ووسيم عزيز، عادة امرأة ليس تكون الله. عادة تكون جميلة، صحيح، تراوده. يعني العادة تكون المرأة هي المطلوبة، لكن هنا هي الطالبة تغلق، غلقت الأبواب، مو باب واحد، غلقت الأبواب، عدة أبواب، فعلت كل الأشياء، لكنه قال: معاذ الله ربي. هنا بعض المفسرين يقول حتى التفكير مجرد العمل، يعني لن أعمل حتى لن أفكر في فعل الزنا. ولذلك دكتور فهد إن شاء الله الفقرة الثانية من لما نروح لبيتنا الثاني راح نتكلم بالتفصيل عن الخيانة الزوجية، الأسباب، الظواهر، العلاج، وسوف أستقبل كل اتصالاتكم إن شاء الله بعد ذلك. لكن دكتور فهد، أنت لو نظرت إلى الشارع الحكيم عندما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. لا. لأن العفة غالية، لأن الناس بعضهم يسمع يقول: إيش معنى العفة؟
يعني لو عرفنا العفة، أنا أثناء ما تقول العفة طرأ ببالي أنه حالة إيمانية تمنع الإنسان من الوقوع بالحرام، سواء زنا أو حتى باللسان. نعم، عموما العلماء ذكروا أن العفة سواء يعني هي غالبا يكون في عفة الفرج وعفة اللسان، لكن أيضا حتى عفة الإنسان عن أكل الحرام، لكن الحملة التي نستهدف هي عفة اللسان والعين والفرج من الوقوع في الحرام، لأن حقيقة أن السبيل الوحيد والأساسي لوقوع الجرائم الخلقية من زنا وغيرها هي بداية من النظر، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، بدأ بغض البصر، ولذلك فتنة النساء وخروج النساء والاختلاط بالنساء فتنة ليست بالسهلة، لذلك تجد البعض يتهاون يدعو الاختلاط. لو قرأنا وسمعنا الإحصائيات في الدول الغربية كم من فتاة حملت في الجامعة، وكم من فتاة اغتصبت، وكم فتاة أيضا، أشياء كثيرة، حتى أيضا تجد يعني إحدى الوزراء في بريطانيا يعني طلع خرجت فضيحة في حمل السكرتيرة الموجودة عنده. صحيح. سكرتيرة، لكنها مع ذلك تساهل البعض في هذه الأمور. فقضية التساهل في النظر، التساهل النساء في التبرج وخروج النساء سافرات، هذه من الأمور الخطيرة. كذلك أيضا الاختلاط، تجد من ينادي بالاختلاط في المدارس أو في الجامعات، لكن الآن العقلاء في الدول الغربية، العقلاء في الدول الغربية ينادون بفصل الفتيات عن الشباب، ينظرون للجانب الدراسة والتحصيل الدراسي، وانظرون أيضا لما حصل من جرائم خلقية، فهذه لابد أن تكون في البال والحرص عليها. الآن تجد البعض قد يقول، الآن أنا أسمع من بعض الشباب إذا نوقش مثل هذا قال وش يسوي، البنت تعرضت لي، البنت أشرت لي، البنت كنت سمعت أو قرأت مرة من ضمن القراءات أحد الشباب يقول يعني رأيت فتاة تلبس عبات ومكتوب بالإنجليزي في الخلف أتحداك تلمسني. هذه مصيبة من المصائب حقيقة، ومشكل مشاكل. أقول حتى وإن كان حقيقة من أسباب، بما أن العنوان عندما ينتحر العفاف من أسباب انتحار العفاف الإنسان نفسه، لا يضع اللوم الشاب، لا يضع اللوم على الفتاة ولا يضعها على غيرهم، أول سبب من أسباب انتحار هي النفس، ولذلك النفس لابد أن تجاهد، ولابد أن الإنسان يغض بصره يبتعد عن الحرام. سفيان الثوري دكتور فهد إذا خرج يوم العيد يقول أول عمل نبدأ فيه الآن هو غض البصر. نعم. سبحان الله دكتور فهد، يعني فعل الإنسان لما يبدأ يطلق بصره يمنة ويسرى ويرى الأفلام الإباحية ويدخل على مواقع المشبوهة ويدخل، سبحان الله تبدأ هذه الأمور ترسخ في الذهن ثم يصدقها سبحان الله القلب، ثم ربما والعياذ بالله يمارس الإنسان. ولذلك الرسول كان أكثر ما يدعو مثل ما كان يقول ابن عمر، يقول اللهم إني أسألك العفافة، العفافة والتقى والتقى، وكان يقول اللهم عافني في نفسي في بدني، اللهم عافني في سمعي في بصري. لذلك لو أردنا أن نستعرض يعني من حملتكم، أكيد أنتم وضعتوا يعني نتاج وثمرات العفة، لو أردنا أن نقول لإخواننا وأخواتنا الذين يعفون أبصارهم، الذين يعفون أسماعهم، الذين يعفون عن أكل الحرام، إيش ممكن يحصل لهم من ثمرات؟ من أهم الأمور حقيقة السمعة الطيبة، يعني هذه ثمرة مهمة، يعني فرق بين أن إنسان سواء رجل أو امرأة يخدش في كرامته وعفافه. من ذلك يعني في الآخرة الله سبحانه وتعالى بيّن أن أهل العفاف هم أهل الفردوس، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الله أكبر، يعني فعلا يعني يكون ثمرة من ثمرات ثمرة من ثمرات العفة أن يصل الإنسان إلى الفردوس، هذه لا شك أنها مطلب وأمر مهم جدا. الجنة غالية ما تأتي. طبعا أستاذنك دكتور فهد معنا أول اتصالات البرنامج، لن يقول المخرج الاتصالات انهالت. أختي أم ريمة من السعودية، حياك الله أختي أم ريمة. السلام عليك. وعليك السلام، أهلا بأختي حياك الله. أختي أم ريمة الله عافيك، أنت عرفت الآن ما شاء الله عندنا في السعودية حملة عن العفة، أنت كفتاة أنت كبنت، هل مثل هذه الحملات تشعرين أنها فعلا محتاجين نحن في المجتمع السعودي والعربي؟ أكيد والله كثير مرة. طيب يعني قلة العفة في هذا الزمن، احنا والله محتاجين هذه العفة العفة وما ترفع رأسنا إلا العفة كرامة.
طبعا يا شيخ انه في هذا الزمان كثر يعني قلة الحياة وكذا كثرت في الزمان، اصبح الاحد ما عنده عفاف وحياة وخجل اكثر في حتى البنات. الحين في المدارس، احنا في مدارسنا يعني احسه يعني ما في ادب، حتى العباية اصلا الحجاب عادي. الشيخ مرة من المرات في هذه الايام الدراسة اصبح يعني سنتين طالبات شاجرة عشان صاحبتها، فطلع كل السنتين طبعا في المتوسطة طلع في الشارع كذا بالعباية كذا مكشفة بالمرة، حتى الرجال اصلا هم يتغطون الرجال. والله العظيم يعني لهذه الدرجة وصلنا احنا البنات كذا. الله يعطيك العافية، والله يا مريمة انا اشكرك يا